تلاقيها المطر طين ودروبها هذا. وصلنا للعالق، الله يكون في عونه ويسرها. إذا أثر حرارة الشمس لكن تتيسر إن شاء الله. ما عليه تتيسر إن شاء الله، الله يكون في عونكم. بتركيب حبل الونوش عن طريق مركبتين من المباشرين. هذه مركبة العالق، تم فتح غطاء المحرك يفتي حتى نتفادى أي ارتداد لا سمح الله. تم تحرير المركبة أثار الطين، جهود الشباب الله يبيض وجيههم ويكتب أجرهم. هذه محاولة العالق خلال تقريبا 4 أو 5 ساعات يحاول يطلع نفسه، لكن الحمد لله تم بجهود الشباب، نسأل الله القبول.